السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الدرس الثاني. اليوم بناخذ ثلاثة أشياء. الأولى بناخذ بعض الصفات نحفظها، وثاني شيء بناخذ الضمائر، وبناخذ كيف نستخدم الضمائر في جملة مثبتة أو منفية مبسطة للوصف. أوكي؟ فقط مع الصفات، وبعدين حنتوسع أكثر. معنا تكليفين في آخر الفيديو، ياريت نعملهم علشان الممارسة بتنفع كتير. اوكي، الان نبدأ ببعض الكلمات اللي هي عبارة عن صفات. نسمع نردد ونكتب. نسمع نردد ونكتب. توفيق. Adjectives. Adjectives. Happy. Happy. Sad. Sad. Angry. Angry. Calm. Calm. Hungry. 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 Full. Full. Noisy. 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 Quiet. Quiet. Okay, الآن نبدأ نأخذ الضمائر. هشرح على ضمير استخدامه، فكرته، وحكتب المعنى بالعربي. اوكي، بس هحاول ان انا ما اقوله بالعربي عشان تفهموا اكثر. الان تعال نبدا بالضمير الاول. لما بتكلم عن نفسي بقول I. نفس حرف الاي زي ما هو. طيب حرف الاي لما يكون بمعنى ضمير I لازم بينكتب capital، بينكتب كبير، يعني خالص ما تكتبه small. في ناس كثير بيكتبوه small بس لا، غلط، لازم ينكتب capital لأنه هو كلمة بحد ذاتها. أوكي؟ الضمير الثاني لما بتكلم عن شخص والشخص ده ولد أو مذكر فبقول عنه he. أوكي؟ طيب لو كان مؤنث أو على بتكلم عن بنت، يعني شخص مؤنث، فبقول she. نتذكر الاس اتش طلع صوت ش شا، فهي she. اوكي. طيب لما بتكلم مع الشخص ده سواء مذكر او مؤنث وهو قدامي، بتكلم معه شخصا لشخص اوكي، فيس تو فيس، وجه لوجه، فبقول عنه you. اوكي. طيب لو هما شخصين او اكثر مش شخص واحد برضو بقول عنه you. اوكي، رجع سريع. I. He. She. You. برضو you. اكثر من حد بس وجها لوجه قدامي، بتكلم مع you، بترسل مع you. اوكي، بتكلم عنه he او she. اوكي. طيب لو بتكلم عن جماعه هم مش انا، يعني سواء في غرفه ثانيه او جنبي بس مش بشوف عليهم، مش بشوف عليهم كده زي you، فبقول they. في اهتزاز. they. اوكي. إذا كان واحد بقول he، واحدة she، أكثر من واحد they، ذكور أو إناث. أوكي، لو بتكلم عن الأفراد فبقول مثلا، لو بتكلم عن نفسي بقول I، بس لو بتكلم عن حد تاني إذا ما قلت he بقول مثلا علي أو أحمد، بقول اسمه. أوكي، إذا ما قلتش اسمه بقول he، فما ينفعش استخدم he أحمد، لا، إما اسمه أو he أو she. نلاحظ في اسم أحمد الـ A capital، فأي اسم بتكتبه تكتب أول حرف فيه capital وباقي الحروف small. أوكي؟ طيب لو كانت بنت مثلا أروى، بقول أروى أو بقول she. أوكي؟ بس لو قدامي بقول you. لو كان معايا أكثر من شخص، أحمد، خالد، and صالح، أوكي؟ فبقول they. أو أقول أحمد، خالد، and صالح، أحمد، خالد، and صالح.
إما أقول الأسماء أو أقول they وأختصر الجملة. أوكي؟ الآن لو بتكلم عن مجموعة من الناس وأنا فيهم، أنا شخص منهم، فبقول الآي موجودة بين أحمد خالد أن صالح and I، إحنا كلنا مع بعض، فبقول we. أوكي؟ اللي هو كلنا مع بعض، أنا مش معهم وبأشر عليهم بقول they. أنا معاكم كلنا مع بعض we، لوحدي وبأشر عليكم you، لوحدي وبأشر عليكم they مش you، you they. أوكي؟ أوكي كده إحنا أخذنا 6 ضمائر، باقي ضمير يعتبر للأشياء أكثر من الأشخاص أو حتى من الحيوانات. يعني أنا لما بتكلم عن الباب ومش عاوز أقول الباب فبقول it. أوكي؟ لو بتكلم عن شيء موجود تلفون مثلا فبقول عليه it. لو بتكلم مع التلفون بقول it. ثواني، هذا تلفون، فبنا بتكلم بشرح عنه فبقول عليه it، بكلمك عنه. طيب لو بتكلم كده فبقول برضو it لأنه غير عاقل مش بيتكلم. أوكي؟ طيب لو بجي أتكلم عن الحيوانات فبقول عليهم it. إذا أنا عارف الحيوان ده، فلنفرض إنه معايا حيوان حيوان أليف، فلنفرض إنه معايا كلب والكلب مسميه بندق، فأنا مسميه بندق لأنه الكلب ده ذكر، فطالما بندق ذكر فبتكلم عنه بقول he. طيب لو كان اسمه بندقة فبندقة مؤنث فبقول عليها she. طيب يعني انت بتقول لي ان انا ممكن استخدم ال هي والشي مع الحيوانات؟ ايوه، بس لازم يكون الحيوان معروف اما ذكر او انثى، اذا مش معروف بنقول عليه it. cool يعني cool. الان تعالوا نشوف ايش ممكن او كيف ممكن استخدم الوصف في ذي الحالة مرة تانية. فون، اتفقنا انه فون واتفقنا انه معايا it، فانا هنا بكتب it وهكتب فون، في النص لازم حاجة تربط بينهم، فانا مش ما ينفع اكتب it فون على طول، لا، فبقول it is. اوكي it is. طيب ايش ال is دي؟ هنتكلم عنها بعد شوية. فون بما انه واحد فاحنا نستخدم حرف الـ A لوصفه، هنقول a phone. a phone كده انا بتكلم عن شيء فبقول it is a phone. it is a phone. طيب اذا كان اكثر من فون مش فون واحد فبقول they. perfect، هقول they وهناك مش هتكون فون هتكون phones. طيب هستخدم ايه في الوسط؟ طيب بعد ما نشرح هنشوف هنستخدم ايه مع they و phones. تقريبا اخر جزء في الشرح هيكون معانا am واخواتها. am واخواتها، ليه am واخواتها؟ مش عاوز اقول افعال الكينونة ومش عارف مين، ليه؟ لانه احيانا بتترجم واحيانا مش بتترجم، احيانا بيسموها افعال مساعدة واحيانا بيسموها افعال اساسية، فاحنا مش عاوزين نلخبط كتير، نسميها am واخواتها، او نسميها بالانجليزي verb to be. verb to be، verbs to be اللي هما am is are. am is are. طيب بالنسبة للam تستخدم مع واحد فقط اللي هو I. فأنا عمر وعاوز أقول أنا عمر فبقول I am Omar. okay؟ فهنا بقول على نفسي عمر، بستخدم I دائما مع الآي بنستخدم am. طيب لو بقول على نفسي happy فبقول I am happy. لازم ال expression عشان يوصل لل meaning. I am happy. ممكن أخليها أقصر شوية وأختصر ال am وبقول I'm happy. okay؟ أي صفة ثانية غير happy، sad، angry، hungry، غيره كمل بالطبيعي. بالنسبة لـ he، she و it، he، she و it نفس الكلام، هيكون معنا واحدة من الـ verbs to be، هناخد is. فبقول معايا بندق فبندق جوعان،
فممكن أقول he is hungry. He is hungry. Okay. لو فرضنا أنها كانت بندقة فبقول she is hungry. She is hungry. Okay. معي صديقي في الخارج وهو معصب وبينادي علي بصوت عالي فبيقول he is angry. He is angry. Okay. لو بتكلم عن شيء فلنفرض أن أنا بتكلم عن غرفة والغرفة كبيرة فبقول it is big. It is big. Okay. So it is big. لو عاوز اختصرهم فبتكون معايا he is هترجع his, she is she's, it is its. اختصار his, she's, its. باقي معنا you, we, وthey. You بمعنى ايه اللي هو بالمفرد او الجمع بتاخد are. Are. We بتاخد are وthey بتاخد are. وبعدهم نحط الصفات. Okay? او الاسماء. يعتمد. تعال نشوف. We are calm. We are calm. We are calm. They are noisy. They are noisy. They are noisy. You. You are smart. You are smart. Oh, you're smart. You're smart. You're. You're. نرجع اختصارات. Contractions. I am. I'm. I'm. You are. You're. You're. They are. They're. They're. We are. We're. We're. He is. His. His. She is. She's. She's. It is. It's. It's. آخر حاجة النفي. في النفي في اللغة الإنجليزية معنا كلمة واحدة نستخدمها في كل شيء علشان تنفي، مكونة من ثلاثة أحرف. Not. 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 تمام. فين أحطها؟ بعد أم وأخواتها. بعد أم وأخواتها. فهي not تيجي بعد أم وأخواتها تنفيها. أوكي؟ تعالوا نرجع مثلا. هنا بقول I am not خالد. I am Omar. I'm not Khalid. I'm not hungry. I'm full. I'm not hungry. I'm full. طيب نلاحظ ان انا مش بختصرها مع not. الان مع not مش بتختصر. الان بتقعد مع نفسها. Okay? طيب نشوف he is. He is angry. ان فيها he is not angry. عاوز اختصر he مع is بتكون he's not angry. He's not angry. العكس عاوز اختصر ال is مع ال not. He isn't angry. He isn't angry. فدائما في الاختصار بنستخدم ال apostrophe. Apostrophe. Okay. طيب she is. She isn't. أو she's not. They are. They aren't. Aren't. We are. We aren't. أو we are not. We're not. We're not. You, you aren't. Oh, you're not. You're not. Is, isn't, or aren't. غير كذا مفيش اختصار. Am, مفيش aren't. Okay. لو حد عاوز يعرف عن نفسه فلنفرض ان اسمي جاك. Okay. فبقول I am Jack. I am Jack. I am 22. I am 22. I am from England. I am from England. فعاد خد راحتك. اوكي عاوزك تعرف نفس التعريف ده في التعليقات تحت. اسمك عمرك او مش اسمك مش عمرك ومش من فين انت. اوكي نفس الموضوع بس تحت في التعليقات. وبعدين هتخش على تعليق حد تاني هو كاتب I am I am I am. فلنفرض جاك نفسه فبتخش وبتقول he is Jack. He is from England. He is 22. ليه ده كله علشان نمارس. ممكن تدخل على التعليقات برضو وتكتب He isn't Mike. He isn't 20.
عرفت الفكرة؟ بحيث ان احنا نرتب الدنيا. التكليف الثاني هيكون معاك في الوصف تحت في رابط بتضغط عليه بيدخلك على صفحة فيها exercise تمارين. بتحل التمرين ده بحيث انك تمارس اللغة. هيكون التمرين عن am و is و are. بتحاول تترجم الكلمات الجديدة بالنسبة لك. تابع الفيديو ده بيشرح لك. لما تفتح الموقع هتلقى مجموعة أسئلة. تضغط على البوكس بين الجمل راح تختار verb to be المناسب. يعني I am a girl. وتكمل على كده وبعدين هتضغط على check علشان تشوف أجوبتك كانت صحيحة أم خاطئة. وهو بيوريك بعدين الجواب الصحيح إذا كان جوابك خاطئ. مجموعة الأسئلة اللي في الرابط الثاني عبارة عن جمل. أنت حتحاول تختصرها. يعني I am not حتبقى كيف. هنا معنا رقم 3 he is not حتكون he isn't. مش حنختصر his not، لا حنختصر ال is مع ال not. ونكمل على كده مع R وبعدين حنعمل check وحنشوف أجوبتنا صح أم خطأ. وبكذا نكون كملنا الفيديو. التوفيق.